الرئيس السيسي يستقبل رئيس أذربيجان إلهام عليف في قصر الاتحادية. الصحة الفلسطينية تطلق نداء استغاثة عاجلا للمجتمع الدولي لتوفير مولدات كهربائية لمستشفيات قطاع غزة. وبلينكين يؤكد أن حزمة المساعدات الأمريكية الجديدة ستساعد في تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية. الثانية عشر ظهراً التاسعة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية تأتيكم من القاهرة. أهلاً بحضراتكم، ونبدأ مع الزميلة حور محمد. إليك حور. أهلاً بك ياسر، أهلاً بحضراتكم ومشاهدينا الكرام. ونستهل هذه النشرة بهذا الخبر، حيث استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس أذربيجان إلهام عليف بقصر الاتحادية، وأقيمت مراسم استقبال رسمية للرئيس الأذري، وتم عزف النشيد الوطني للبلدين. كما استعرض السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس أذربيجان حرس الشرف. حرصت مصر بشكل واضح على استمرار تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها مع أذربيجان، بما يحقق نقلة نوعية في مستوى وعمق التعاون بين الجانبين وتوطيد أطر التعاون الثنائي. العرض التالي يتناول أبرز جوانب العلاقات بين مصر وأذربيجان مع الزميل كريم الخولي. أهلا بحضراتكم. علاقات قوية تقوم على التشارك والتفاهم تحظى بها كل من مصر وأذربيجان، يعززها حالة من التقارب السياسي والاقتصادي بين البلدين. ومثلت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى باكو في يناير من العام الماضي كأول رئيس مصري يزور أذربيجان منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مثلت دفعة قوية للعلاقات الثنائية وسط مناخ ودي سادته روح التفاهم والتعاون. وحرصت مصر بشكل واضح على استمرار تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها، بما يحقق نقلة نوعية في مستوى وعمق التعاون بين الجانبين وتوطيد أطر التعاون الثنائي وأواصر الحوار السياسي، فضلا عن تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية ذات الاهتمام المشترك. ويمثل تنشيط التبادل التجاري بين البلدين ملمحا مهما لأوجه التقارب، مع رغبة في الارتقاء بالعلاقات ليتسق مع ما يتمتع به البلدان من إمكانات واعدة للتصنيع والتصدير، وهو الأمر الذي سيكون محل بحث معمق من الجانبين خلال أعمال الدورة السادسة للجنة المشتركة في القاهرة. ويعد قطاع الصناعات الدوائية الذي تمتلك فيه مصر قدرة إنتاجية وتصديرية تنافسية أحد أبرز أبواب التعاون المقترحة بين البلدين، فضلا عن ترحيب باكو بتعزيز التعاون المشترك في مجالات المنتجات الغذائية والتصنيع والطيران وتبادل الخبرات في مجال التعدين والهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة. أرضية مشتركة من التوافق جمعت مصر وأذربيجان فيما يخص القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، سواء في منطقة الشرق الأوسط أو جنوب القوقاز، حيث تم تأكيد أهمية الحوار والتفاوض وتغليب صوت العقل والحكمة لتحقيق واقع أفضل وحياة كريمة للشعوب. ويعد النشاط الثقافي والتعليمي بين البلدين أحد أهم جوانب العلاقات الثنائية، لما يمثله الموقع الاستراتيجي للدولتين والتقارب الثقافي والاجتماعي والتشابه في العادات والتقاليد بين شعبي البلدين، الأمر الذي تعكسه الاتفاقيات المتبادلة في هذا الشأن، وأبرزها اتفاقية التعاون الثقافي واتفاقية تأسيس المراكز الإعلامية الثقافية. مشاهدينا الكرام، كان هذا استعراضا لأبرز جوانب العلاقات بين مصر وأذربيجان. شكرا لكم على طيب المتابعة.
تأتي حالة الازدهار التي تتمتع بها العلاقات المصرية الأثرية على الأصعدة كافة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية نتيجة للعلاقات المتميزة بين الزعيمين عبد الفتاح السيسي وإلهام عليف. طفرة حقيقية شهدت العلاقات المصرية الأثرية خلال الفترة الماضية، انطلاقا من الأساس القوي للتماثل والتقارب بين البلدين على المستوى الشعبي وعلى مستوى الصداقة بين قيادتي البلدين. حالة الازدهار التي تتمتع بها العلاقات المصرية الأثرية على كافة الأصعدة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية تأتي نتيجة للعلاقات المتميزة بين الزعيمين عبد الفتاح السيسي وإلهام عليف، والتي أكدت أهمية البناء على عمق العلاقات التاريخية الودية الطيبة بين مصر وأذربيجان على المستويين الرسمي والشعبي. فكانت زيارة الرئيس السيسي في يناير 2023 كأول رئيس مصري يزور أذربيجان منذ استقلالها انعكاساً إيجابياً واضحاً على متانة العلاقات والإرادة الصادقة على تعزيز العلاقات واستكشاف أوجه التعاون في شتى المجالات. وخلال جلسة مباحثات على مستوى القمة بين رئيسي البلدين في باكو، شدد رئيس السيسي على ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي لحصار آفة الإرهاب على كافة المستويات، بينما أكد رئيس الأذري حرص بلاده على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق مع مصر على جميع المستويات، لا سيما في ضوء دور مصر المحوري كركيزة للاستقرار والأمن والسلام في الشرق الأوسط وإفريقيا. على المستوى السياسي، كانت مصر في مقدمات الدول التي اعترفت باستقلال أذربيجان في ديسمبر عام 1991، وتبادل البلدان التمثيل الدبلوماسي عام 1992، واستمرا في تمهيد الطريق للنمو السريع للعلاقة بينهما. كما كان لمصر عدد من المواقف الداعمة لأذربيجان، وآخرها الترحيب المصري بالاتفاق بين إيرفان وباكو حول إعادة أرمينيا عدة قرى لأذربيجان وترسيم الحدود حولها. أما على المستوى الاقتصادي، فارتفعت نسب التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة الماضية بصورة ملحوظة، حيث أعربت الدولة المصرية خلال زيارة رئيسة المجلس الوطني الأذري للقاهرة العام الماضي عن تطلعها لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين في المجالات ذات الأولوية، وعلى رأسها الإنشاءات، النقل، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الدوائية، وكذا بحث فرص تعزيز التعاون في مجال الزراعة وصناعة المنسوجات القطنية. وبالنسبة للتعاون الثقافي الذي يعد أحد أهم جوانب العلاقات المصرية الأثرية منذ إقامة العلاقات بين البلدين، فتتبلور في ضوء عدة عوامل، منها أهمية موقع أذربيجان الاستراتيجي والتقارب الثقافي والاجتماعي والتشابه في العادات والتقاليد بين شعبي البلدين، علاقة متينة وطيبة تجمع البلدين وتؤكد حرصهما على تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات والانتقال بها إلى آفاق أرحب تلبي تطلعات شعوبهما وترتقي بإمكانات وقدرات مصر وأذربيجان. تربط مصر وأذربيجان علاقات تاريخية وتفاهمات سياسية حيال العديد من القضايا، وتعد مصر من أولى الدول التي اعترفت باستقلال أذربيجان عام 1991.
وتعد مصر بوابة أذربيجان لإفريقيا والشرق الأوسط، ويسعى الجانبان لتوسيع آفاق التعاون في قطاع الطاقة ومعامل التكرير في مصر. تواصل مصر وأذربيجان بحث سبل زيادة التعاون التجاري والاستثماري، وتم توقيع العديد من الاتفاقيات في مجالات الموانئ والتجارة. استشهد 11 فلسطينيا وأصيب آخرون بجروح مختلفة جراء قصف طائرات الاحتلال مدينة غزة وسط القطاع. وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية أن طواقم الدفاع المدني قامت بانتشال جثامين 5 شهداء بينهم أطفال ونساء جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية لمنزلا في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، تخلله إصابة ل14 آخرين بجروح مختلفة. كما قصفت مدفعية الاحتلال حي الزيتون والصبرة في غزة وفي محيط المخيم الجديد شمال النصيرات ووسط القطاع.
أطلقت وزارة الصحة الفلسطينية نداء استغاثة عاجلا للمجتمع الدولي ومؤسساته الدولية والإغاثية لتوفير مولدات كهربائية لمستشفيات قطاع غزة. وأكدت الصحة الفلسطينية أنها تعتمد منذ 9 أشهر على المولدات الكهربائية لإمداد المستشفيات بالطاقة الكهربائية اللازمة على مدار الساعة بعد تدمير محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة. دعا مفوض وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا فيليب لازاريني إلى إجراء تحقيقات مستقلة في قتل موظفي الأمم المتحدة في قطاع غزة ومحاسبة المسؤولين. هذا وقال لازاريني إن موظفي الأمم المتحدة يتعرضون للقتل بمستويات غير مسبوقة ولم يتم محاسبة أحد، ومؤكدا أنه حان الوقت لإجراء تحقيقات مستقلة وتحقيق المساءلة. وحذر لازاريني من أن الأونروا تتعرض لحرب تضليل، ما يعرض حياة موظفيها في غزة وأماكن أخرى للخطر، داعيا إلى دعم الصحفيين الفلسطينيين من خلال السماح للصحفيين الدوليين بالدخول إلى غزة. في مخيم النصيرات بوسط غزة يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين العزل في ظل عدم وجود رادع يمنعه. آلة قتل وحشية لا تفرق بين كبير وصغير، ترفض التوقف عن حصد مئات الأرواح يوميا داخل قطاع غزة في ظل عدم وجود رادع يمنعها عن إزهاق هذا الكم من الأرواح. في مخيم النصيرات بوسط غزة يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين العزل، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى، تاركين وراءهم أسر انكسرت أرواحهم وتشتتت عقولهم بينما تنزف قلوبهم ألما جراء مشاعر الفقدان. والله أنا قابلت 5 أولادي كمان، شو نزل الدار عليهم 3 طوابق بس انشغل، وهذا اليوم هيو كمان امبارح قالوا لنا استشهد كمان هو طالع، الناس اللي قالوا لنا عنه. لحظات مؤلمة كشف عنها الناجون من الغارة الإسرائيلية أثناء تشييعهم جنازة رئيس بلدية النصيرات. في تمام الساعة 10:30 بس غادر رئيس البلدية مقر البلدية الرئيسي إلى الخزان، خزان المياه الموجود في أرض مصدر. بعد 10 دقائق من وصول الخزان تفاجأنا بغارة جبانة واستهداف لمقر الخزان، تسببت في استشهاد رئيس بلدية النصيرات. جنازات يومية وتوديع للأهل والأصدقاء ساعة تلو الأخرى، وقصص مأساوية تسردها وجوه هؤلاء الناجين من الغارة الوحشية قبل أن تنطق بها أفواههم. رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بقرار هيئة الأمم المتحدة بإدراج إسرائيل على القائمة السوداء لمنتهكي حقوق الأطفال، معتبرة هذا القرار خطوة بالاتجاه الصحيح نحو مساءلة الاحتلال على جرائمه وتحقيق العدالة التي طال انتظارها. هذا وأكدت الوزارة في بيان صادر عنها أن غياب المساءلة الدولية لإسرائيل وإفلاتها المستمر من العقاب شجعها على التمادي في ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بما فيها الاستهداف الممنهج وواسع النطاق للأطفال. هذا وشددت على أن الوقت قد حان لتكاتف الجهود الدولية نحو توفير الحماية لأطفال فلسطين ووقف استهدافهم المتعمد من قبل الاحتلال. وصف مندوب فلسطين الدائم للأمم المتحدة رياض منصور قرار الأمم المتحدة بوضع إسرائيل على قائمة منتهكي حقوق الأطفال أو ما يسمى بقائمة العار بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح نحو إنهاء ثقافة الازدواجية المعايير والإفلات من العقاب. المزيد في العرض التالي مع الزميل محمد أنصاري. مشاهدينا أهلا وسهلا بحضراتكم. في خطوة هي الأولى من نوعها أدرجت الأمم المتحدة إسرائيل على القائمة السوداء لمنتهكي حقوق الطفل،
وذلك بسبب قتلها عشرات آلاف الأطفال في فلسطين. والقائمة التي اشتهرت باسم قائمة العار هي قائمة عالمية خاصة بالدول التي ترتكب انتهاكات ضد الأطفال في الصراعات المسلحة، ومن المقرر تقديمها إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 14 من يونيو، وهي الخطوة التي من شأنها أن تؤدي إلى فرض حظر على الأسلحة التي تقدم للاحتلال الإسرائيلي. وسائل إعلام إسرائيلية أوضحت أن مساعي إسرائيل لإقناع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتجنب هذه الخطوة قد باءت بالفشل، وستظهر إسرائيل في القائمة السوداء ضمن تقرير سيتم توزيعه على أعضاء مجلس الأمن، وستجرى مناقشته في 26 من يونيو الجاري. من جانبها رحبت الرئاسة الفلسطينية بقرار الأمم المتحدة وضع إسرائيل على القائمة السوداء، معتبرة أن القرار خطوة في الاتجاه الصحيح لمحاسبة إسرائيل على جرائمها. في المقابل أعربت إسرائيل عن صدمتها واستنكارها للقرار، مؤكدة على لسان وزير خارجيتها من أن القرار سيؤثر على علاقات إسرائيل مع الأمم المتحدة. ووفق وزارة الصحة الفلسطينية فقد قتلت إسرائيل أكثر من 15 ألف طفل في قطاع غزة إلى جانب عشرات الأطفال في الضفة الغربية منذ 7 من أكتوبر الماضي. مشاهدينا الكرام، كان هذا عرضا موجزا عن قرار الأمم المتحدة بشأن وضع إسرائيل على القائمة السوداء لمنتهكي حقوق الأطفال. نشكر لحضراتكم حسن المتابعة. دعت صحيفة الجارديان البريطانية إلى وقف العدوان على غزة بعدما يزيد على 8 أشهر من معاناة الفلسطينيين في القطاع. هذا وأشارت الصحيفة إلى زيادة الوفيات مع زيادة حدة التصعيد وغياب أي بارقة أمل في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، كما تطرقت إلى الممارسات الإسرائيلية وسلطت الضوء على قصف الاحتلال مدرسة تابعة للأمم المتحدة في وسط قطاع غزة. تتفاقم معاناة النازحين في قطاع غزة مع ارتفاع حرارة الجو في ظل النقص الشديد في أساسيات الحياة خاصة المياه، وتضطر العائلات الفلسطينية إلى الانتظار لساعات تحت أشعة الشمس أمام براميل المياه للحصول على قدر ضئيل يروون به ظمأهم، بعد أن أدت الغارات الجوية الإسرائيلية إلى تدمير أنابيب وآبار المياه. مع ارتفاع حرارة الجو في قطاع غزة تبرز أزمة جديدة لتفاقم معاناة مئات آلاف النازحين بفعل العدوان الإسرائيلي المستمر. في مخيم جبليا ووسط الدمار الذي سببه الاحتلال يعاني النازحون نقصا شديدا في اساسيات الحياة وخاصة المياه. لا في مية ولا في اكل ولا في شرب، اولادنا ماتوا من العطش، احنا متغسش وسخ في جسومنا، لا نخش في الحمامات ولا عندنا اي وسيلة صمود ولا اي حاجة، عندنا لا مية ولا كهرب ولا اي حاجة، مية مش بالمرة لا بنشرب، والله نسأل عصر ساعة بدور عليك في المية، لو من المجاري أشربها مش بلاقي، لو من المجاري أشربها مش بلاقي، وتعدنا مدة من قلة المية يا عم الحمونة. هنا تصطف العائلات لساعات تحت أشعة الشمس أمام براميل المياه للحصول على قدر ضئيل يروون به ظمأهم، بعد أن أدت الغارات الجوية الإسرائيلية إلى تدمير أنابيب وآبار المياه، كما أن محدودية المساعدات التي تدخل إلى القطاع بسبب العراقيل الإسرائيلية تزيد من صعوبة الحصول على الأساسيات. مشكلة حقيقية، يعني مشكلة حقيقية كما ترى، يعني نحن ننتظر أحد المتبرعين عارقين الطريق أو عابرين عابر سبيل يشوف الحين علينا يجيب لنا مياه، فيش عندنا مياه،
فيش ابار، فيش ولا حاجه، في مصيبه مصيبه مصيبه، كارثه كارثه غير طبيعيه، كارثه كبرى. الحياه بالمي، فيش مي فيش حياه. وتشير تقديرات المسؤولين الفلسطينيين إلى أن غارات الاحتلال دمرت 75% من آبار المياه في المنطقة، وسط تحذيرات أممية من خطر انتشار الأمراض بسبب نقص مياه الشرب النظيفة وسوء الصرف الصحي وارتفاع درجات الحرارة. رغم كل التحذيرات الأممية والدولية من ضرورة تجنيب الأطفال ويلات المعارك في قطاع غزة، فإنهم يقفون في مقدمة أي موجات تصيب القطاع، سواء كانت هجمات إسرائيلية بالقصف والعدوان أو عبر دفع الاحتلال القطاع إلى شفا المجاعة. أكثر من يدفعون ثمن الحروب وويلاتها في العالم هم الأطفال. لا ناقة لهم ولا جمل في أي صراع يدور حول العالم، سوى أنهم يدفعون مستقبلهم وحاضرهم ثمنا للنزاعات الدائرة. ففي قطاع غزة يتصدر المشهد المأساوي في الأوضاع الإنسانية الأطفال والرضع، فما بين افتقار لأبسط احتياجات الحياة اللازمة لنشأة الأطفال، فإنهم أيضا يفتقرون للعناصر الغذائية الكافية المطلوبة لعملية النمو والتطور، بدءا من الأطفال المبتسرين وافتقادهم للحضانات في قطاع غزة، ومرورا بالرضع الذين لا يحصلون على أبسط كميات الغذاء والدواء، وصولا إلى الأطفال الذين لا يرون مستقبلا ولا حاضرا يعيشونه. ورغم كل التحذيرات الأممية والدولية من ضرورة تجنيب الأطفال ويلات المعارك في قطاع غزة، فإنهم يقفون في مقدمة أي موجات تصيب القطاع، سواء كانت هجمات إسرائيلية بالقصف والعدوان أو عبر دفع الاحتلال القطاع إلى شفا المكعة. وبحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف، فقد وصلت معدلات انعدام الأمن الغذائي في صفوف الأطفال إلى مستويات كارثية، إذ قدرت المنظمة أن 9 من كل 10 أطفال في قطاع غزة لا يستطيعون تناول العناصر الغذائية من مجموعات غذائية كافية لضمان نموهم أو تطورهم بشكل صحي. وأشارت المنظمة إلى أن 5 مجموعات من البيانات التي جمع بين ديسمبر 2023 وإبريل 2024 وجدت أن هؤلاء الأطفال يعانون من فقر غذائي حاد، ما يعني أنهم يتغذون على مجموعتين غذائيتين أو أقل في اليوم للبقاء على قيد الحياة. ورغم فداحة تلك الإحصائية، فإنها لم ترصد تأزم الأوضاع في قطاع غزة منذ إبريل الماضي وحتى الآن، وهي الفترة التي شهدت أكبر تعنت من الاحتلال الإسرائيلي في إيصال المساعدات إلى القطاع، فضلا عن ارتكابه العديد من المجازر التي تسببت في نزوح عشرات الآلاف ولجوئهم إلى العراء حيث لا مأوى ولا غذاء. كشفت منظمة العمل الدولية أن معدل البطالة في قطاع غزة بلغ نحو 80% منذ اندلاع الحرب في أكتوبر الماضي، مما يرفع متوسط البطالة في أنحاء الأراضي الفلسطينية إلى أكثر من 50%. 9 أشهر من القتل والتنكيل مارسها الاحتلال الإسرائيلي في حرب بربرية على الفلسطينيين، قطع خلالها أوصالهم وسد عليهم كل منفذ للحياة يمكنهم اللجوء إليه، حتى مصادر أرزاقهم دمرها في إطار تدميره الكامل والشامل لمنظومة الاقتصاد الفلسطيني. فبحسب منظمة العمل الدولية، فقد بلغ معدل البطالة في قطاع غزة ما يقرب من 80% منذ اندلاع الحرب في أكتوبر الماضي، مما يرفع متوسط البطالة في أنحاء الأراضي الفلسطينية إلى أكثر من 50%. وذكرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في تقييمها الرابع لتأثير الحرب على التوظيف إن معدل البطالة وصل إلى 79.1% في قطاع غزة، وإلى حوالي 32% في الضفة الغربية،
المديرة الإقليمية للدول العربية بالمنظمة قالت إن هذا المستوى المرتفع للغاية من البطالة لن يستطيع من خلاله الفلسطينيون تأمين الغذاء لأنفسهم ولأسرهم. وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، انكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحوالي 33% في الأراضي الفلسطينية منذ بداية الحرب، ويقدر الانكماش بنحو 83.5% في قطاع غزة وبنسبة 22.7% في الضفة الغربية وفقا لبيانات نشرتها منظمة العمل الدولية. استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام بلدة عنبتة شرق تلكرم بالضفة الغربية. هذا وأضافت مصادر محلية باقتحام عدد من آليات الاحتلال البلدة من حاجز عنبتة العسكري عند مدخلها الشرقي، وجابت شوارعها الرئيسية وسط إطلاقها الأعيرة النارية بشكل عشوائي في المنطقة، ما أدى إلى إصابة الشاب ووفاته فور وصوله للمستشفى. عقد مجلس الأمن الدولي جلسة إحاطة بشأن الأوضاع الإنسانية والخسائر الناجمة عن الحرب الروسية بأوكرانيا. وخلال الجلسة أشارت نائبة منسق الإغاثة في حالة الطوارئ في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية جويس ماسويا إلى مقتل حوالي 600 طفل أوكراني وإصابة حوالي 1425 آخرين منذ بداية الأزمة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية أسقطت 25 مسيرة أوكرانية فوق 7 مناطق من بينهم بلغرود والقرم. وقالت الوزارة أنه تم تدمير زورقين مسيرين كانا متجهين نحو شبه جزيرة القرم في البحر الأسود. كما أعلنت الدفاع الروسية تدمير معدات وآليات عسكرية أمريكية في محور أفديفكا. وأشار البيان إلى أن القوات المسلحة الروسية استخدمت قذيفة عالية الدقة على دبابة أبرامز ومركبة برادلي الأمريكية. في المقابل، أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن قوات الدفاع الجوي الأوكرانية أسقطت 9 طائرات بدون طيار أطلقتها روسيا. وذكرت الأركان الأوكرانية أن موسكو أطلقت الطائرات والصواريخ من القرم وكورسك، مضيفة أن المجموعات المتنقلة التابعة لقوات الدفاع الأوكرانية ووحدات الحرب الإلكترونية التابعة للقوات الجوية قامت بالتصدي للهجمات الروسية بعدة مناطق. أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن حزمة المساعدات الأمريكية الجديدة لأوكرانيا ستساعد في تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية في مواجهة العملية العسكرية الروسية. هذا وأوضح أيضا بلينكن أن المساعدات الأمريكية تشمل صواريخ اعتراضية للدفاع الجوي وأنظمة دفاعية وذخائر ومدرعات وأسلحة مضادة للدبابات وقدرات أخرى. مع استشعار الغرب ميل كفة الميزان لصالح روسيا، بدأت المساعدات الغربية العسكرية تنهال من جديد على أوكرانيا بعد أشهر من المماطلة والإرجاء. وشهدت كييف في الفترة الأخيرة تعهدات بالمليارات لمواصلة إمداد قوتها بما تحتاجه من أسلحة ومعدات وذخيرة.
كلما غادر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أورخ في أراضي حلفاء بلاده، يعود وبجعبته المزيد من التعهدات الغربية بمواصلة إمداد كييف بمزيد من الأسلحة، ولا سيما أنظمة الدفاع الجوي والطائرات المقاتلة التي تنشدها أوكرانيا منذ شهور. دعم سلاح الجو الأوكراني كان هدف الرئيس حاول زيلينسكي تحقيقه منذ بدء العمليات العسكرية الروسية على أراضي، ولكنه واجه دائما عقبة من حلفاء بلاده ولا سيما الولايات المتحدة، حيث أعربوا بشكل علني عن خشيتهم من انجرار تلك الدول أو حلف شمال الأطلسي ناتو إلى مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا. تلك المخاوف ربما تبدد قليلا مع التطورات الميدانية المتسارعة على أرض الواقع، إذ تواصل القوة الروسية تحقيق عنصر المفاجأة للغرب بتقدمها الكبير في ساحة المعارك وبسط نفوذها على مزيد من الأراضي الأوكرانية، لا سيما تلك المتاخمة للحدود. ومع استشعار الغرب ميل كفة الميزان لصالح روسيا، بدأت المساعدات الغربية العسكرية تنهل من جديد على أوكرانيا بعد أشهر من المماطلة والإرجاء. وشهد كييف في الفترة الأخيرة تعهدات بالمليارات لمواصلة إمداد قواتها بما تحتاجه من أسلحة ومعدات وذخيرة. أبرز وأحدث تلك التعهدات كان إعلان فرنسا عزمها إمداد أوكرانيا بطائرات مقاتلة منتراز ميج 2000، وكذلك تدريب آلاف الطيارين الأوكران على استخدام تلك الطائرات في الصيف الجاري. ورغم حصول كييف على هذا التعهد الفرنسي، فإن الهدف الرئيسي لها هو الحصول على الطائرات الأمريكية المقاتلة منتراز F-16، والتي يتوقع أن ينضم أيضا صرب منها إلى صفوف القوة الجوية الأوكرانية خلال الصيف الجاري. روسيا بدورها استبقت بالوعيد أي خطوة غربية لإمداد الجيش الأوكراني بهذا النوع من الطائرات المقاتلة، بل وحذرت من أنها ستتعامل مع تلك الطائرات كنوع من التهديد المباشر من جانب الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي. وأكدت موسكو أن الجيش الروسي سيدمر تلك الطائرات في قواعد الدول التي قد تنطلق من أراضيها باتجاه الأراضي الأوكرانية أو الروسية. قرر قاض روسي احتجاز خبير سياسي فرنسي حتى 5 أغسطس، وذلك في أعقاب اعتقاله في موسكو. وأشارت السلطات القضائية الروسية إلى أن الرجل وهو موظف في منظمة غير حكومية سويسرية حصل على معلومات بشأن الجيش وتكنولوجيا دفاعية في روسيا. يستضيف الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم في زيارة رسمية لإجراء محادثات حول التجارة والأوضاع في غزة وأوكرانيا، كما تتناول المحادثات التعاون في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وقضايا سياسية تتراوح بين تغير المناخ والذكاء الاصطناعي إلى سلاسل التوريد. يصوت ملايين الناخبين في إيطاليا ولاتفيا ومالطا وسلوفاكيا باليوم الثالث بانتخابات البرلمان الأوروبي، وفي بقية دول الاتحاد الأوروبي ستجرى الانتخابات غدا. كانت مراكز الاقتراع في أيرلندا وجمهورية التشيك قد فتحت أبوابها لليوم الثاني من التصويت في انتخابات تتيح لنحو 360 مليون شخص الإدلاء بأصواتهم على مدار 4 أيام. وجهت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين نداء عاجلا من أجل أوروبا قوية وموحدة، متهمة الأحزاب اليمينية بمحاولة تدمير أوروبا. وحذرت فون دير لاين من أن أوروبا تواجه تحديا لم يسبق له مثيل من جانب الشعبويين والمتطرفين، مستهدفة أحزابا يمينية متطرفة خصوصا حزب البديل من أجل ألمانيا والتجمع الوطني في فرنسا.
تتصاعد حدة التوترات على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا مع تزايد عدد المهاجرين المترقبين لفرصة التوجه غربا إلى بولندا وسط دوريات مستمرة لحرس الحدود والجنود البولنديين. ويتزايد التوتر المرتبط بالهجرة في أنحاء أوروبا التي تشهد موجة بين الأحزاب اليمينية التي تدعو إلى فرض ضوابط أكثر صرامة وبين الحركات الوسطية في انتخابات البرلمان الأوروبي. تعقد الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية جولة ثالثة من المحادثات بشأن تقاسم تكاليف نشر القوات الأمريكية على الأراضي الكورية الأسبوع المقبل. ونقلت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية عن كبير المفاوضين بالوفد الأمريكي أن المفاوضات القادمة ستعقد بدءا من يوم الاثنين وحتى يوم الأربعاء المقبلين في واشنطن، مضيفة أن بلادها تتوقع مواصلة الجهود نحو الهدف المشترك وهو التوصل إلى اتفاق مقبول من الجانبين بما يعزز الأمن المشترك. قدمت اليابان احتجاجا لبكين بعد دخول 4 سفن مسلحة تابعة لخفر السواحل الصيني المياه التي تعتبرها طوكيو تابعة لها. لا تتوقف المواجهات بين الصين وجيرانها بجنوب شرقي آسيا حول المياه المتنازع عليها، الأمر الذي ينذر دائما بالتصعيد وتهديد السلام في المنطقة. أحدث المواجهات وقعت بين اليابان والصين، حيث قدمت الأولى احتجاجا لبكين بعد دخول 4 سفن مسلحة تابعة لخفر السواحل الصيني المياه التي تعتبرها طوكيو تابعة لها. وذكرت الحكومة اليابانية أن هذه هي المرة الأولى التي تدخل فيها 4 سفن صينية تحمل ما يبدو أنها مدافع إلى المياه الإقليمية اليابانية في بحر الصين الشرقي المحيطة بالجزر المتنازع عليها. الجانب الصيني رد على هذه الاتهامات بقوله إن هذه الدوريات هي إجراء روتيني لحماية السيادة والأمن والمصالح البحرية وخطوة مهمة لتعزيز السلام والاستقرار، وأيضا للرد على التحركات السلبية لليابان في الآونة الأخيرة. وفي حادثة أخرى أظهر تسجيل مصور نشره خفر السواحل الفلبيني مركبين فلبينيين يلتقيان في المياه الدولية لنقل جندي فلبيني مريض لتلاحقهما قوارب لخفر السواحل الصيني وتعرقل طريقهما وتصدم أحدهما. وردا على الاتهام قالت وزارة الخارجية الصينية إن الفلبين تستخدم الأمر ذريعة لإيصال معدات بناء إلى السفينة الحربية المتوقفة عمدا في محاولة لاحتلال إحدى الجزر، وتطالب بكين بالممر المائي برمته. ووقعت مواجهات عدة بين السفن الصينية والفلبينية قرب الشعاب المرجانية المتنازع عليها. يؤدي رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي حلف اليمين الدستورية لتولي رئاسة الحكومة للمرة الثالثة على التوالي. وفاز حزب مودي ب240 مقعدا في البرلمان، أي دون الغالبية المطلقة ب32 مقعدا، ما اضطره إلى الدخول في حكومة ائتلافية. تابع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء خلال شهر مايو المنقضي، وذلك في التفاعل مع شكاوى المواطنين بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء حرصه على متابعة نتائج ومؤشرات أداء المنظومة دوريا للتعرف على حجم الشكاوى والطلبات والاستغاثات التي يتم تلقيها ورصدها، وأيضا خطوات التفاعل الجاد معها، وذلك من أجل تذليل المشكلات أمام المواطنين وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم. تقرر تقديم موعد صرف الدعم النقدي تحت مظلة برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة عن شهر يونيو للمستفيدين لتبدأ الاثنين المقبل بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، ويشمل ذلك حاملي بطاقات ميزة البنكية وحاملي البطاقات الذكية التي يتم صرفها من مكاتب الهيئة القومية للبريد. ووصل حجم تمويل برنامج تكافل وكرامة إلى 41 مليار جنيه، حيث يبلغ عدد المستفيدين 5.2 مليون أسرة، وذلك بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. أطلقت مؤسسة حياة كريمة مشروع سق الأضحية للعام الثاني على التوالي بعدما نجحت في الموسم الماضي على توصيل اللحوم لأكثر من 125 ألف أسرة مستحقة طبقا لقواعد البيانات التي يتم مراجعتها بشكل مستمر من قبل المكاتب الميدانية للمؤسسة بمختلف محافظات الجمهورية. وتضمن مؤسسة حياة كريمة توفير أفضل أنواع اللحوم البلدي من سلالات أبقار مميزة في مزارع المؤسسة، وإشراف بيطري وفني كامل على كل مراحل التربية والتغذية السليمة لضمان لحوم بجودة عالية. هذا وأعلنت مؤسسة حياة كريمة أن سعر سق الأضحية يصل إلى 9600 جنيه مع إمكانية التقسيط على 10 أشهر، ويعد سعر السق هو الأرخص في مصر، بالإضافة إلى أن اللحوم تعد الأعلى في الجودة. كما أعلنت مؤسسة حياة كريمة أن سعر سهم الصدقات يصل إلى 500 جنيه، وهو يكفي لأسرة واحدة، وذلك للوصول إلى عدد أكبر من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا في مختلف مراكز وقرى الجمهورية.
اعتبرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أن الطريق ما زال طويلا أمام البنك لضبط التضخم، وذلك رغم الإعلان عن بدء خفض معدلات الفائدة الرئيسية للمرة الأولى منذ عام 2019. وقالت لاغارد إنه بعد تباطؤ التضخم بشكل كبير سيكون من الممكن بلوغ الحد المستهدف لدى 2% بحلول العام المقبل، مؤكدة أنه يجب الإبقاء على معدلات فائدة تقييدية طالما كان ذلك ضروريا لضمان استقرار الأسعار على مدى مستدام. قال رئيس بوليفيا لويس أرسي إن بلاده وشركة يورانيوم وان جروب الروسية تخططان لتوقيع اتفاقيات لإنتاج بطاريات الليثيوم. هذا وتمتلك بوليفيا ما يقدر بنحو 21 مليون طن من موارد الليثيوم غير المشتغلة، وهي الأكبر في العالم في منطقة من المسطحات المالحة المترامية الأطراف التي تحدد ما يسمى مثلث الليثيوم، والذي يشمل شمال تشيلي والأرجنتين. قالت وزارة الزراعة الفلبينية إنها ستحظر واردات الطيور ومنتجات الدواجن من أستراليا بسبب تفشي إنفلونزا الطيور في ولايات أسترالية. وذكرت الوزارة أنها ستحظر على الفور واردات الطيور البرية والداجنة والبيض من أستراليا. يذكر أن أستراليا تحتل المركز الرابع ضمن أكبر موردي لحوم الدواجن إلى الفلبين. تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات مفاجئة في مدينة سيدني الأسترالية، مما أدى إلى إطلاق عمليات إنقاذ وإصدار أوامر إخلاء للعديد من الضواحي المنخفضة. هذا وقالت سلطات الطوارئ إنها نفذت 13 عملية إنقاذ وتلقت نحو 297 اتصالا من سكان سيدني لطلب المساعدة خلال 24 ساعة بسبب الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة. وحذرت هيئة الأرصاد الجوية في البلاد من احتمال حدوث فيضانات كبيرة في شمال غرب مدينة سيدني عاصمة ولاية نيو ساوث ويلز وأكبر مدن البلاد. سجلت ولايات غرب الولايات المتحدة درجات حرارة موسمية قياسية هذا الأسبوع في موجة حر مبكرة وشديدة. وقالت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية إن درجات الحرارة بلغت 44 درجة مئوية في لاس فيغاس و50 درجة مئوية في وادي الموت. وفي أريزونا قال رجال الإطفاء إن نحو 10 أشخاص كانوا يشاركون في تجمع انتخابي لدونالد ترامب نقلوا إلى المستشفى الخميس بسبب الحرارة الشديدة. سنة 1989 في استاد القاهرة، التوأم كانوا في مهمة مصيرية علشان مصر توصل كأس العالم. ما كانش في مكان فاضي في الاستاد، والعميد وصلنا بهدفه الأيقوني. دلوقتي الزمن اتغير، بس المهمة هي هي. يلا رجع الإنجاز، شجع مصر.
ورياضيا، حيث يستعد منتخب مصر بقيادة حسام حسن لمواجهة غينيا بيساو يوم الاثنين المقبل بمدينة بيساو ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات. وحقق المنتخب الوطني فوزا مهما بهدفين مقابل هدف واحد على ضيفه بوركينا فاسو ضمن الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026. وواصل منتخب مصر تصدره للمجموعة الأولى بعدما وصل للنقطة التاسعة، ويحتل منتخب غينيا بيساو المركز الثاني بخمس نقاط، يليه بوركينا فاسو بأربع نقاط بفارق الأهداف عن سيراليون. فاز المنتخب الأولمبي على نظيره كوت ديفوار بهدف نظيف في المباراة الودية التي جمعتهما باستاد القاهرة في إطار استعدادات الفراعنة للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. هدف المباراة الوحيد سجله اللاعب مصطفى ميسي.